المحامين. نعم تفضل. نعم استاذ، مداخله بسيطه. نعم عندي سؤال اول. نعم الهيئه لا نتفضل هنا لان حتى الناس يسمعوا. اولا استاذ عندي سؤال الى هيئه المحكمه. نعم. ضمن سياقات المحكمه وقانون المحكمه يجوز للمدعي العام ان يذهب الى الموقف ويلتقي بالمتهمين او بشهود معينين واستجوابهم خارج هذه الجلسه؟ هذا سؤال نثبت السؤال. نعم. وهذا ما حصل طبعا. نعم. نعم. سؤال اخر بالنسبه الى اسئله سيدنا المدعي العام امام هذه المحكمه، طبعا ما هي الا عباره عن تذكير للشاهد ما مطلوب منه ان يقول. نعم. عندك سؤال محدد؟ هذه بس توجيه للتوضيح. نعم. للمحكمه. نعم. ما عندي سؤال يا شاهد عندي، بس عندي هذه التوضيح. نعم. هي تذكير للشاهد. نعم. تفضل. عما نساه من خلال يمكن الكورس التدريبي اللي اخذه. نعم تفضل. شكرا.